حتى لو عايزين تتكلموا من دلوقتي. الحقيقة اللقاء اللي جاي ده لقاء أنا عايزاكم تركزوا قوي 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 في اللي هقوله، لأن المعجزات دي ساعات بتبقى تذكرة للناس، وبتبقى زي طوق النجاة اللي بياخد واحد كده يقومه ويقول له اوعى تستسلم، اوعى تمشي ورا البشر، اوعى تفهم ان مستقبلك او حالك او حياتك في ايد حد. الله قادر على كل شيء، وقادر على كل شيء، قادر على كل شيء، ولازم يكون عندك يقين ان ربنا قادر على كل شيء. شوفوا احنا شفنا لقاء دلوقتي كله ظلم، كله ظلم، كله ظلم واجرام. ربنا عمره ما هيسكت. والست اللي شايفاني دلوقتي انا بقول لها حقك راجع، وجع اولادك راجع. اللقاء اللي معانا دلوقتي ده لشاب ممكن تدخل لنا التقرير، المود بتاع التقرير. طيب انا عارفة وعارفة كويس قوي ان التلعثم اللي هو لما حد يجي يتكلم لازم يقول اول حرف كذا مرة، يعني مثلا تفاحة يقول كده، ده التلعثم، تلعثم في الكلام، وبدرجات، في درجات خفيفة جدا جدا وفي درجات عالية جدا جدا جدا. خلاص ثبت، وفي ناس اشتركت في مسابقات في امريكا وفي بريطانيا من احسن المطربين اللي موجودين بيعانوا من تلعثم رهيب، يعني لما يجي يتكلم تلاقيه بيتلعثم في الكلام ويفضل يقرر الحرف كذا مرة، ومش عايزة اقلد بس عشان ما تتخدش على انها تنمر او حاجة. ولكن لما تطلب منه ان هو يغني الأغنية عادي خالص، بمخارج ألفاظ سليمة، بكلام واضح، من غير تردد خالص في الكلام، وكأنه شخص آخر. يعني أنا لولا أن أنا خايفة أنها تتقفل كنت جبت لكم في بريتنز جوت تالنت برنامج بيتذاع في بريطانيا وبيتذاع في أمريكا، برنامج مسابقات، حد من ذوي الاحتياجات الخاصة كفيف دخل وبيتلعثم بيقول الكلمة مثلا في دقيقتين، كلمة الواحدة، واول ما طلبوا منه ان هو يغني غنى بطلاقه شديده، وكان لما تدخل التنغيم على الكلام وتمد في الجمله ده بيخليه يعملها بطريقه صحيحه. ازاي ما اعرفش، يعني علميا ازاي ما اعرفش. ولكن الشاب اللي معانا النهارده ايوه بيعاني من التلعثم، وابتدى وهو بيكبر ان يحصل له ضعف شديد في السمع كل ما بيكبر، فكل ما الضعف بيكتر كل ما طبعا القدره على الكلام بتقل. وفقد الكلام او فقد القدره على الكلام تماما، فقد القدره على الكلام تماما. وبعد ما فقد القدرة على الكلام تماما اكتشف انه لا ينطق الا بالقرآن الكريم، لا ينطق الا بالقرآن الكريم. يعني لو طلبت منه يغني زي الحالة اللي انا بقول عليها، فهو متدين جدا جدا جدا، فشايف ان الغنى ده حاجه مش صح، هو حر، مش ده موضوعنا. ولكن لما طلبت منه حتى انه يعمل انشاد ديني، وهو اكيد شايفه حاجه صح، او مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، او
أغاني زي طلعوا البدر علينا مثلا، قال لك أنا ما بعرفش أصلا أنطق الكلمة بتاعت الكلام العادي لما تبقى في صورة كلام عادي، يعني حتى لو في أغنية ما أقدرش. بس القرآن الكريم. وبيقول إن ده بعد حلم حلمه، صحي منه ما بيتكلمش ولا ينطق إلا بالقرآن الكريم. تعالوا نشوف مع بعض. في شيخ قبله في المنام قال له انك مش هتتكلم غير بالقران. هو الناس ما يقدرش يتكلم ولا كلمه غير القران؟ اه، بيقول الكلام بيطلع من هنا بصعوبه، بيقول بتعب لما اجي اتكلم. ونام صحيح؟ اه. مش هتتكلم خالص غير بالقران؟ مش ايه؟ انا شهادتي مجروحه الحقيقه، مش هقدر ارد على القصه دي دلوقتي. انا معايا تقرير طبي بيقول ان السيد عبد الكريم محسن عبد الرحمن تبين وجود ضعف شديد بالسمع وتلعثم بقدر كبير بالكلام. بس انا بقى احكي لنا، انا مش شايفه تلعثم، انا شايفه ان هو مش بيتكلم. هو تلعثم ده اللي هو ستوترنج، اللي هو يجي حد يتكلم يقول تا 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 كده. انا مش شايفه كده، انا مش شايفه ان هو بيتكلم خالص. هو مش تلعثم، اللي هو التلعثم يعني هو اللي قريب منه بيقدر يفهم طريقه كلامه. اه، يعني طريقه كلامه اللي قريب منه جدا وكده، يعني نسبيا بتقدر تفهم طريقه كلامه من حركاته بقى، من ايده كده، مش عنده اللي هو مش الكلام واقف خالص. هو طريقه الكلام مش باينه قوي للي هو ما بيتكلمش خالص. ما هو طريقه الكلام مش باينه لحضرتك لانك اول مره تقعدي معاه كده. بس مثلا لينا احنا اتعودنا خليه يكلمه، اتعود مثلا يخليه يكلمني في اي موضوع وانا اقدر اشرح لك اللي قاله. طب تقول له، قول له يكلمه. انت مثلا قولي اي موضوع حضرتك وانا اقول لك الموضوع. كلمي انت في اي موضوع وانا اقول لك. ممكن تقولي اسمه وسنه وصاحبك وقد ايه؟ قولي اسمه وسنه. وانا في ايه؟ في الدراسه. انا دراسه ايه؟ هو كان بيشرح نفسه مش بيشرحنا انا، بيشرح لك سنه واسمه لان اكيد هو عارفني كلي، فانا هو بقى بيشرح نفسه وانا بقول لك اللي هو بيقوله. انا فاهم طريقه كلامه، وبقول اسم عبد الكريم محسن الغزولي. عبد الكريم محسن عبد الرحمن الغزولي. لا بس انت لو مش عارف مش هتعرف ان هو عبد. اه بس انا قولي انت حضرتك موضوع وانا هقول لك عليه مثلا عشان ايه نكون قريبين. اه مثلا قولي انت موضوع هو يقوله وانا ارد. خليه يحكي لي انتوا بقيتوا اصحاب ازاي. احكي لي احنا بقينا اصحاب ازاي. الموضوع ده مثلا ايه؟ كان في واحد صاحبه. ايوه ده مشاوره مش كلام. اه بس طريقه الكلام يعني بحاول افهمه نسبيا. ايوه انت بتعرف لغه الاشاره، انا قصدي على الكلام. هو مش بيتكلم. لا مش بيتكلم خالص، اللي هو مفيش. اه مكتوب وجود ضعف شديد بالسمع وتلعثم بقدر كبير في الكلام. اه السمع ده فصل. كان هو في بعد الاطلاع على تقرير السمع درجات مثلا جامعه عين شمس. قولي بقى كان بيتكلم لغايه ايه بقى؟ قلت لي لحد اولى كليه. كان كليه تجاره في حلوان، وفتره الاجازه نزل اشتغل في مصنع حديد والحاجات ده اللي هو بتاع نحاس والكلام ده. بس فكان الصوت العالي بيأثر، صوت الماكينات هناك كان بيأثر على ودانه. بس فكان جاله ضعف بالسمع في الودن اليمين، ومع الوقت بقى اتطور وتعب خالص. بعد كده بقى جاله المنام اللي حصل فيه، اللي هو في شيخ قبله في المنام قال له انك مش هتتكلم غير بالقران. ومن ساعتها في شيخ جاله في المنام قال له مش هتتكلم غير بالقران. هو صحي قال لكم كده؟ اه هو صحي قعد يشرح فتره ما كانش بيتكلم فيها، وفضل تعبان فتره لحد بقى ما قعد وفهمنا اللي حصل كله. ورحنا يعني هو صحي من النوم فعلا ما بيتكلمش؟ اه خالص. يعني هو ممكن يقرا لنا قران دلوقتي؟ اه. طيب اتفضل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا
الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم من سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. بس أنا عايزة أقول لك حاجة. طبعا هو فضل من الله سبحانه وتعالى, ولكن حالات التلعثم القوية الناس اللي بيبقى عندها تلعثم قوي تقدر تغني, تقدر تعمل جمل طويلة فيها الغنى. ولكن الفرق ان انا اول مرة اشوف يعني حد واصل انه ما بيتكلمش يعني, لكن حالات التلعثم العادية هو بيكون يقدر يغني يعني. هو يقدر يغني؟ لا ما يقدرش. هو يعني بصي حضرتك في كلمه في الصلاه وكده, السلام عليكم ورحمه الله, صعب بنسلم الصلاه في نهايه الصلاه السلام عليكم ورحمه الله, في كلمه اللي هو السلام عليكم, هو بيقول السلام ويسكت ويقول اللي هو ورحمه الله, يعني مش بيجيب عليكم لان عليكم دي اصلا, وبعدين بيجيبها في القران بس مش بيعرف يجيبها في السلام. ايوه عشان عشان بيجودها صح. في القران بتيجي بتجويد اي صح. حاجه هتيجي التنغيم هينفع يعملها عشان كده. بس هو طبعا بالنسبه له الغنى حرام. هو الغنى حرام اصلا, بس هو من يعني من هو صغير وهو متدين قوي. انشاد. طيب ديني بتعرف تقول انشاد ديني؟ ايه انشاد؟ لا لا يعني مدح الرسول الحاجات دي ما تقدرش تتكلم. لا يعني قصدي اقول اي كلمتين ثلاثه تقدر تنغمهم تقولهم. هو الكلام مش بيقول ما بيطلعش, هو من قبل ما يحصل موضوع السمع ده اصلا, واللي هو يدعف كان بيقول الكلام بيطلع من هنا بصحوبه, بيقول بتعب لما اجي اتكلم. ايوه ما هو ده ستاترينج, ده حاجه ده تعب معروفه. بس ده تعب. هو عنده تلعثم من قد ايه؟ من هو صغير؟ لا هو من تلعثم كان في تأتأة وهو صغير بسيطه خالص, مع العلاجات بقى خفت خالص وكده, بس في سن 21 بقى سنه ده اللي حصل اللي قلت لحضرتك عليه. ما هو عشان السمع خف. هو السمع خف فالموضوع حصل بدأ في التلعثم, فجاله بقى اللي جاله في المنام وقال له كل حاجه. هو لا يقدرش يتكلم ولا كلمه غير القران. طب هو خطب النهارده صح؟ هو عريس المفروض. هو لابس البدله دي عشاننا ولا لابس البدله دي عشان هو عريس؟ خلصنا وجينا. مبروك. الله يبارك فيك. ايورينا. طب فيش دبله؟ طيب حرام. ماسك الكنز خاتم, وهي عندها خاتم ولا ما عندهاش؟
لبس الدبله ومحبس وختم. ختمين ودبله. ختمين ودبله. طب يا عم يا عم انت غني بقى. طيب عايز اعرف بقى اللي اتخطبت له عاديه طبيعيه جدا بجد؟ اه. ودي قصه حب؟ لا لا خالص ما يعرفهاش ولا يعرفها اصلا قبل كده. مش اي سواق معرفه. ما تعرفهاش؟ ما شفتهاش خالص قبل كده. اول مره تشوفها النهارده؟ شفتها قبل كده اللي هو رؤيه شرعيه يعني وكده. بيتكلم على اللي هو شوفها 3 مرات والحرج. انت هو انت بتقول عند سن 21 جاله حلم بيقول فيه شيخ بيقول له انت مش هتتكلم غير بالقران. صح. قبل الحلم ده كان بيتكلم؟ ايوه بيتكلم عادي ولا بس كان بقى ضعف السمع مع شويه تهتئه في الكلام. لا كان بيتكلم عادي بس مش الكلام عادي. كان برضه في صعوبه في الفهم لانه كان بيتعب دايما وكان برضه تهتئه صعبه واللي هو كان في صعوبه في الفهم عنده. قصدي اكتر من كده. لا مش اكتر من كده يعني كان بيتفهم عن كده كتير. اه كان الاول يتفهم عن ما هو فيه ده خالص. طب وكان ساعتها بيقرا قران برضه؟ اه هو من صغره متدين متدين جدا. لا قصدي كان ساعتها بيبقى فيه صعوبه في الكلام لكن بيقرا قران برضه؟ ايوه كان عادي بيقرا قران عادي في الوقت ده. هو كان دايما متجوز بالجوده دي. اه هو ده انت شفتيش جوده حضرتك ده هو بيقرا بيجيب مشايخ الحرم كلهم. لا يعني انا قصدي ان مفيش فرق بين قبل الحلم وبعد الحلم. وبعد الحلم بقى اتطور الصوت ما شاء الله يعني اتطور شويه عن زمان. كان الاول اسوء الموضوع ده حصل وهو شاب ما كانش لسه اكتشف او طور الموهبه اللي عنده. عنده كام سنه دلوقتي؟ عنده 24. من 3 سنين. اه من 3 سنين الموضوع ده. لكن قصدي اقول ان قبل الحلم وبعد الحلم مفيش حاجه اتغيرت. هو برده قبل الحلم كان عنده تلعثم. اه كان تلعثم بسيط. بسيط بسيط خالص اللي هو يعني تتفهم اصلا يعني كان كلام عادي يعني. أوه. بس كده. اه بس وده اللي حصل بقى ونام صحي كده. اه طب انت فاكر الحلم ده كان ايه؟ كنت نايم؟ جالك ماسك ايدك؟ كان في ممر؟ مشيتوا مع بعض؟ طريق وقفك؟ قعدك على الارض؟ قصير وقال لك؟ انت مش في آية معينة قال له اقراها. اه قال لك آية معينة تقراها؟ اللي هي ليس البر ان تولوا وجوهكم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. اقراها. قال ايه الآية ايه؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ايش معنى الآية دي؟ انت قلتها وراه؟ قال لك قولها ورايا؟ قال لك قال له قولها. بعد ما قالها احمد طبطب عليه وقال له ان اشوفك تاني. وجي تاني؟ قال لك مش هتتكلم؟ مش هتتكلم خالص غير بالقران. مش ايه؟ مش مهم؟ مش مهم الكلام؟ المهم مش مهم الكلام المهم القران. اوكي. مسكتك من ايدك؟ انت مسكته من ايده؟ هنتقابل بس قال لك هنتقابل تاني. صحيت؟ صليت؟ صليت الفجر؟ صحيت الفجر صح؟ مش عارف تتكلم بلاقيك. قول صحيت صليت الفجر وبعد كده بقيت مرتاح من ساعتها. مرتاح بس ما اتكلمتش بعديها صح؟ خلاص مرتاح انك ما بتتكلمش. قول اي حد يعني اللي هو ناس قريبه مني صلاح والده كده الناس دول فاهميني فانا بكون مرتاح لما الاقي حد فاهمني شويه. يعني طب ما انا فاهماك اهو. يعني انت مش متضايق انك ما بتتكلمش. الحمد لله. راضي بقضاء الله. طب انا نفسي بس هو مش هيرضى. طب ايه؟ انه يحاول ينغم لي اي حاجه غير القران اعرف هيقولها ولا لا. مش عارف بس مش هيقدر يعملها اصلا. انا ايام حاولت معاه اغاني اسلاميه.
في اغاني اسلاميه كمان، واغاني اسلاميه ابني من غير موسيقى، حاولت اجيب اي اي اي, أي اغنيه اي حاجه ما اقدرش. حاول يقولها ما عرفش كمان. حاول ولا مستحى؟ حاول حاول، هو قاعد واحنا قاعدين كلنا ما قدرش، الكلام نفسه مش بيطلع. لا يعني اغنيه طلع البدر علينا مثلا ما قدرش، ما عرفش يقولها. ما تعرفش هو اسمه عبد الكريم؟ عبد الكريم ما تعرفش تقول طلع البدر علينا؟ طلع البدر ما تعرفش؟ عارفش ان هي ناقصه. عارفها الاغنيه دي ولا لا؟ عارفها؟ تعرف تقولها؟ ولا مستحرم تقولها؟ اه بس هي اغنيه اسلاميه. اغنيه اه يعني اكيد مش حلوه. ما تعرف حاولت طيب؟ كله قرآن. بيقول بيقول كله قرآن، ما بعرفش ان انا اجيب اغاني ولا ما تعرفش تنغم حاجه زي ما انا بقول، ما ينفعش تقول حاجه. طيب ممكن يعني انت يعني لا ينطق الا بالقرآن، مع ان دلوقتي سمعه ضعيف المفروض. هو بس سمعت حضرتك شايف سمعت مركب سمعه كان ايه هو بيقرب القران بس بيجيب مشايخ الحرم بقى اجمع. اصل انا الحاله اللي انا بقولها يقدر يغني اي اغنيه. اه بس هو ما بيعرفش يغني بس. لكن هو ما بيعرفش ينغم، ما يقدرش ينطق غير بالقران. القران بس. سبحان الله. ما تقرا لنا آية الكرسي يمكن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. ألف مبروك على الخطوبة، ومبسوطة جدا أنت كنت معانا النهاردة. وأنا اللقاءات دي أنا بحبها قوي لأنها بتزود الإيمان عند الناس كلها، والناس اللي بتبقى مهتمة قوي بالحاجات الدنيوية بما فيهم أنا يعني بيهتموا قوي بالبشر وبينسوا قدرة الله سبحانه وتعالى. ف يعني هو حافظ قد إيه من القرآن؟ كله كله. اه بخته. يا ريتنا زيه الحقيقه. يعني انا عارفه ان ليها تفسير شويه علمي بس هي ما ينفعش تبقى كده. يعني الناس اللي بيبقى عندها الستاترنج او التلعثم بتبقى بتتكلم ولكن في التنغيم او الجمل الطويله يقدروا ان هم يعملوا ده بجداره. ولكن عبد الكريم غريب جدا في حاجه سبحان الله، يعني مفيش حاجه غريبه على ربنا ولا يعني ولا صعبه، ان هو مش بيقدر يغني، مش بيقدر يقول حتى انشاد، مش بيقدر يعني كل الحاجات حتى اللي ليها علاقه بالدين هو ما يقدرش ينغمها ويقولها الا القران الكريم. يعني عبد الكريم اصبح لا ينطق الا بالقران الكريم، ودي ملهاش تفسير علمي. ممكن بقى دكتور يقولك عشان هو عايز، هو لو عايز هيقدر. حاولت تعمل انشاد ديني او تعمل اغاني اسلاميه ولا ما حاولتش؟ حاولت ما عرفتش تتكلم.
طيب هو دلوقتي عنده موهبة تانية، وهو بيقدر كمان يغير نغمة صوته ويقدر يقلد صوت ناس في موضوع قراءة القرآن الكريم أو تجويد القرآن الكريم. طيب نبدأ بالسديسي. طيب الشيخ السديسي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الشيخ الشريم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. طيب الشيخ علي جابر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب الشيخ الحذيفي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله. لكن اكيد ما بتعرفش تعمل اي انشاد ديني ولا اي كلام خالص غير القران. مفيش ولا كلمه بانشاد ديني، يعني مدح الرسول عليه الصلاه والسلام، اي حاجه من الحاجات دي ما بتعرفش تعملها؟ تعرف انت كان عندك طلب صح؟ كنت عايز ايه؟ يعني تشتغل، عايز شغل. بيقول ايه؟ هو انت بتشتغل، انت خريج كلية تجارة؟ عايز تشتغل في المحاسبة؟ حكومة، لازم تكون حاجة حكومة؟ عشان تبقى حاجة ثابتة؟
ايه؟ حاجة تأمين، حاجة فيها استقرار يعني. عشان الجواز، عشان انت خطبت النهاردة فهتتجوز تفتح بيت. وعدتهم انك تشتغل طيب ولا هم راضين انك مش بتشتغل برضو؟ انه انت وانت صغير دلوقتي بتشتغل؟ ايه؟ بتشتغل في مصنع؟ ايه بتشتغل ايه في مصنع؟ محاسب. طب انت عايز، انت دلوقتي بتشتغل محاسب في مصنع بس انت عايز تشتغل في حكومة. الحكومة مرتب اعلى وفي استقرار اكتر اكيد وتأمين وحاجات كده، صح؟ ايه بيقول ايه؟ الحكومة احسن. طيب خلاص، الناس سامعينك ووزارة الوقفه معاك وكل، انت عايز تشتغل محاسب في الحكومة او يا اما حد في مسجد، اشتغل امام مسجد مثلا في الاوقاف مثلا. انت قدمت انك تشتغل امام مسجد وما وردوش؟ كذا حد وعدك انك تشغلك وبعدين في التلفزيون. ده انت بتسبق ان انا يعني مش هجيب لك شغل. ناس كتير في التلفزيون، انت طلعت في التلفزيون قبل كده؟ عبد مين؟ عبد الناصر الزيدان؟ يا شهادتي مجروحة الحقيقة، مش هقدر ارد على القصة دي. لا بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله نكون سبب في إن أنت تعمل حاجة كويسة. ربنا لما بيلاقي حد بيعمل حاجة كويسة بإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، صح؟ هو ربنا كاتب كل حاجة بميعاد وبوقت، صح؟ والرزق ده محدش بيقدر يقف قدامه، اللي ربنا كاتبه هتشوف، صح؟ مشكور. في شيخ قبله في المنام قال له انك مش هتتكلم غير بالقرآن. هو الناس يقدرش يتكلم ولا كلمة غير القرآن؟ بيقول الكلام بيطلع من هنا بصعوبة، بيقول بتعب لما اجي اتكلم ونام صحيح. مش هتتكلم خالص غير بالقرآن. ماشي. يا شهادتي مجروحة الحقيقة، مش هقدر ارد على القصة دي. هو في كلمة شالوها في التقرير، معرفش شالوها ليه، بيقول لي اصل كل حاجة بالواسطة، وانا عشان كده رديت عليه الرد اللي هو اللي قلته له ده، اللي بان قوي ان انا عبيطة برد على ايه مش عارفة، ان انا بقول له انت بايمانك القوي ده وانك متزمت جدا دينيا كده، المفروض تبقى عارف اول واحد ان مفيش حاجة اسمها واسطة، في حاجة اسمها معاد ربنا بيختاره عشان الواحد ياخد اللي هو عايزه او اللي بيتمناه، ان ساعات اللي بيتمناه ما يبقاش خير ليه، ان كل حاجة في الدنيا بالذات وبالاخص الرزق مكتوبة، ولا يقدر يقف فيها واسطة ولا يقدر يقف فيها حد ولا يقدر يقف فيها حاجة، الرزق مكتوب. وهو ده كانت رسالتي ليه في الاخر، ان ما ينفعش حد يكون بهذا الايمان وحصل له معجزة زي دي يقول كلمة واسطة، لان مفيش اقوى ولا اكبر من واسطة ربنا. لازم تعرفوا من اللقاء ده ان مفيش مستحيل، وان اي حد يقدر يحقق اي حاجة، ربنا قادر على كل شيء. عبد الكريم لا ينطق الا بالقرآن الكريم، ما يقدرش ينطق ولا كلمة، صوته ما بيطلعش غير بالقرآن الكريم. نروح لفاصل ونرجع.